ومعنا في الاستوديو الدكتور مكرم خولي بخول الأكاديمي المتخصص في الإعلام السياسي في لندن. مرحبا دكتور مكرم. بداية، هذه التطورات الميدانية المتلاحقة، ما الانعكاس السياسي الأبرز لها أو المتوقع في الساعات القادمة من وجهة نظرك؟ أستاذ محمد سيف، لسنا في صدد مديح الذات لا لقناتكم ولا لاستضافاتي من قبلكم، ولكن كنا قد قدمنا استنادا على أسئلتكم الثاقبة ومحاولاتي في التحليل بصراحة أكثر التحليلات دقة للمشاهدين. لماذا؟ كنت هنا في هذا البرنامج في 2011، أي قبل حوالي 22 يوم، وقلت أن الموضوع تقريبا انتهى. أستاذ محمد، لسنا في صدد لا التمنيات ولا البروباغندا لنقرأ ما يجري على الأرض. قد تكون هناك بعض المعارك التي سنراها في المستقبل القريب، ولكن أستاذ محمد، الحرب انتهت، الخسارة مدوية، الاتفاق الذي يجرى الآن ما بين روسيا وأمريكا لإنقاذ أولئك المدنيين وإخراجهم لغرب حلب من جهة، والسماح للمقاتلين من الفصائل المختلفة الخروج بشكل آمن إلى الحدود التركية، هو عبارة عن المقولة الآتية: انتهت الحرب، ارفع يديك، ألقي سلاحك، أنقذ حياتك وارحل. انتهى الموضوع، ليست هناك أي إمكانيات أخرى على الأرض. طيب، في هذه الظروف في تقديرك ما هي خيارات المعارضة الآن؟ لأن المقامرة العسكرية استمرت لفترة طويلة، قوة المعارضة من ناحية المفاوضات السياسية تقلصت. هي فكرت، أو بعض الرعاة الإقليميين أو العالميين فكروا، أن استمرار الحرب قد يقوي مطالب المعارضة وموقفها من المفاوضات القادمة، ولكن حصل العكس. المعارضة الآن في أكثر أوضاعها ضعفا، وهي ستأتي إلى المفاوضات ضعيفة جدا. ولكن هل ستكون مفاوضات؟ نعم ستكون. المرحلة القادمة ستكون ومن الممكن أن يشوبها شيء من الجدلية السياسية، أي أن الحكومة السورية ستقول خسرتم على الأرض، ولكن الحكومة السورية تعي تماما أن الخسارة الأرض يجب أن لا تكون أن نتخلص من المعارضة، بل أن يجب عليها التصرف بحكمة. وتعرف أن بعض المقاتلين من المعارضة هم جزء من الشعب السوري، وبدون إجراء حوار يتم بعده إعمار، وبعد الإعمار مصالحة، لن تتتوج حملة الحكومة السورية بالنجاح وإن نجحت عسكريا. نعم، وهنا السؤال: في أي إطار قد تجري هذه الجهود؟ حديث عن إعادة إعمار أو عن مصالحة، في أي إطار سياسي نتوقع أن تتم هذه الأمور، إن كانت هناك فرصة لأن تتم في المستقبل المنظور؟ هنا طبعا سننتظر دخول الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، ونعرف ما هي سياسته الجديدة. أعتقد أنه سيكون تعاون روسي أمريكي وثيق أكثر وبشكل إيجابي. سيتم دعوة الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، وسيقال للأمم المتحدة: يرجى منك لعب الدور، أما وقد وصلنا إلى حالة شبه سلمية، أو يراد منها المسير إلى السلمية. إذن أمريكا والولايات المتحدة وروسيا سيكون الإطار السياسي القادم. شكرا جزيلا لك دكتور مكرم خوري مخول، الأكاديمي المتخصص في الإعلام السياسي، كنت معنا هنا في